الريالستيك جولز الاول، واللي هو ايه مش اللي حاول الم المنهج كله. ودي مشكله يعني في ناس كتير بتقع فيها، اللي هو ايه بيرفكشنز، عايز بيرفكت كله، عايز اذاكر كذا وكذا. لا انا مشكلتي يعني ما دي مشكله، اللي هو انت لو مشيت وراها عقلك يقول لك امشي وراها، في الاخر لا هتلحق اللي هو بيرفكت ولا تلحق اللي هو العدل اللي هو بير مينيمم. فانت ايه حط جولز ريالستيك شويه، ان هو ايه حاجات يدوب اعدي بيها، على حسب كل واحد الجول بقى بتاعه. يعني واحد عايز يدوب يعدي، وواحد عايز يجيب امتياز يجيب بيه حاجات يجيب فوق 70%. بس فهو احط جول ريالستيك بس وامشي بقى. بتبقى اوحش فتره طول السنه تبقى قاعد في البيت كده شهر او شهرين، ما تعملش اي حاجه غير انت تنام وتقوم وتذاكر وتعيد ده كله لحد الامتحانات.